مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كانت الأجواء اليوم نهارا مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، كان هطول لزخات من الأمطار فيها. أما درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض هذه الليلة تصل إلى 7 درجات مئوية، درجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 5 درجات مئوية. أما نسب الرطوبة تصل إلى 46% وسرعة الرياح تصل إلى 9 كم/ساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس غدا نهارا في المدن السعودية، ونبدأ من المناطق الشمالية. تصل درجات الحرارة في سكاكا غدا نهارا 18 ليلا 5، تبوك 17 ليلا 4، عرعر 18 ليلا 3، وهناك أجواء مغبرة في سكاكا وعرعر نهارا. أما درجات الحرارة في المدينة المنورة نهارا 27 ليلا 12 درجة مئوية، جدة نهارا 28 ليلا 17، مكة 29 ليلا 19، والطائف 21 ليلا 12 درجة مئوية وأجواء باردة ليلا. درجات الحرارة في الباحة نهارا 18 درجة مئوية ليلا 9، أبها 21 درجة مئوية نهارا 11 ليلا، جازان 28 24 درجات الحرارة تصل ليلا. درجات الحرارة في الدمام نهارا 21 ليلا 12، حفر الباطن 24 ليلا 8، الإحساء 22 ليلا 11 درجة مئوية. أما درجات الحرارة في حائل نهارا 17 ليلا 3، بريدة 23 ليلا 5، الرياض 23 ليلا 9 درجات مئوية وأجواء باردة ليلا. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.